السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا اخوان اليوم جبنا الحظة نشوف شو بقدر اسوي معها. طبعا الفرس وضعها صعب صراحة، تعبانة كثير. بدنا نشوف ونجرب هل علينا نسوي، لانه هاي هلا عشان نامت على هون على القماشة هاي. جبنا لها الرسم هون. غلبتنا اللي جبناها من غير لحام، اتعبتنا. شاكي قديش يا حسن عمر الحافر هذا تقريبا؟ مش اقل عن 3 سنين. يعني 3 سنين عمر الحافر، يعني لها 3 سنين الفرس ايديها هيك، فبتتعب مسكينه. كبيرة كبيرة عليها، بده خزق، بده يحفرها، بده صاروخ. هاي جبت لها لا تترجع لها الحبل، لانه هذا الرسم مش قابل للجهة. اعطيني الحبل شوي ابراهيم، الحبل بس. مسكينة هذه كاين فيها حي هون. حي؟ كيف يعني؟ هات هات. يعني في دم حفرها نازل دم. معقول؟ اه هيو. بدك شو اسمه؟ هي راح مد وصله. مشيش فيها للصاروخ القماشات اللي مش ماشي مع الحد. جبت المطور هذا هون. هون بيشتغل.
10 سم تعطيها بس قد طويل زيادة عن اللزوم. طيب في دم مسكين نزل على حفرها. بتقدرش تزغر ازود عن هيك الا شوي شوي تصير كل الميه تكيمه. شايف؟ طلع قديش كان طويل، كان هيك بالضبط، كان هيك. طلع قديش عندك غاب غاب هي هي. طيب والله طلعوا هن لا لسه في كمان، اذا بدك تحسب احسب هدول كمان بعدين هيك بكى بالضبط. كل 20 يوم، كل 20 يوم بنجي من الفرص. وضعها كيف؟ ان شاء الله منيحه. الافضل انك تريحها. الافضل نريحها يعني انت بتريحها من العذاب اللي هي فيه. يعني الافضل نعطيها بنت الرحمه. ايوه طبعا يا اخوان، حسن من اشطر الحذاي عندنا في رام الله، جبناه وعنده خيل وعنده مزرعه خيول وخيول عربيه شاطر. ويعني بقول لك الافضل انه الفرس هاي نريحها. بعرف شو رايكم؟ انا مني وعلي مش فارق، خليها هي اكل ومي شرب، بس مش عارف. بعدين بقول لك اكثر من 3 سنين هذول عمر الحوافر، يعني 3 سنين لها الفرس مش بالحاله هاي. بك طلع اذا شو هذا مش صبور، علم بالله هذا وزنه 2 كيلو اكيد. يعني هيك انت اخت رايك في الموضوع؟ بس هذا انا عم جمال، انت سويت يعني اللي عليك، انت فاهم علي؟ يعني هيك حسن اقدر ازود شيء خلاص؟ ازود شيء هيك بتقدر تسوي. طب ليش ما هذا سويته هيك؟ عم جمال بصل الحي حرام. يعني هون بعد قديش بنقص كمان؟ 20 يوم. بعد 20 يوم ايوه نفرمها كمان شوي. يعني هي بدك تخفلها شوي بالك؟ شوف شو كنا منها. لو بحدي قاعد ب 10 روس بكملش هذا الحدا من ال 10 روس. يعني بعد 20 يوم بنرد نجرم منها. ايوه هذه اللي بترجعش سير. لا بترجعش سير. يا سيدي عاد جريها ساق. شاف جريها؟ لا جريها ساق. جريها ساق 100%. بس الايدين زي ما قلت لكم، قدر عمر الحوافر الحذاء اقل شيء 3 سنين الها.